حرصت وزارة شؤون الرئاسة تحت قيادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على الرقي والتعدد في وسائل تقديم خدماتها والتواصل مع الجمهور داخل الدولة أو خارجها. حظي وجود الوزارة على الشبكة العنكبوتية من خلال موقعها الإلكتروني MOPA.AE بأهمية وعناية كبرى من قبل الإدارة العليا في الوزارة، فهو بوابة التواصل بين الوزارة والعالم الخارجي ومرجعية معلوماتية للباحثين والراغبين في إثراء معلوماتهم عن نشاطات الوزارة ودولة الإمارات العربية المتحدة. يأتي الموقع الجديد للوزارة بحلته الحديثة تتويجاً لهذه الجهود التي بدأت مطلع العام 2013، ويتميز الموقع بخصائص هي مطابقة للمعايير العالمية ومعايير هيئة تنظيم الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة، استخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتخصصة في بناء المواقع الإلكترونية وتوفير الأمن المعلوماتي، حداثة التصميم وسهولة التصفح والاستخدام، تنوع المحتوى الخدمي والمعلوماتي والإعلامي المقدم باللغة العربية والإنجليزية. إن الموقع الجديد للوزارة هو دلالة أخرى على مدى التزام وزارة شؤون الرئاسة على المضي قدماً في تقديم خدماتها من خلال تسخير أحدث التقنيات والتكنولوجيا لتحقيق أهداف مسيرة التميز العلمي والخدمي والرقي بالأداء المؤسسي. وترحب بكم وزارة شؤون الرئاسة في موقعها الجديد.